وللوقوف على تداعيات اعتداء أمن العتبة الحسينية وعناصر ميليشيا الحشد على المتظاهرين في كربلاء، ينضم إلينا أوس المختار الصحفي العراقي عبر الهاتف من فيينا. مرحبا بك أستاذ أوس المختار، كيف يفسر اعتداء الميليشيات وحماية العتبة الحسينية على المتظاهرين السلميين؟ الحقيقة ما جرى هذا اليوم في مدينة كربلاء يعتبر انتهاك جديد من قبل الحكومة العراقية وميليشياتها. المتظاهرين السلميين الذين وصلوا إلى كربلاء حاملين راية الله أكبر بالمشاركة في زيارة الحسينية، كان هدف إيصال المتظاهرين ورفع شعارات لا لأمريكا ولا لإيران. هذا الشعار هو الذي استفز الحكومة العراقية، لا لإيران. الإيران يعتبر خط أحمر بالنسبة للمتظاهرين. المتظاهرين الذين يمثلون الشرعية وهم الشرعية الحكومة العراقية يسحبون هذه الشرعية من تحت بساط الحكومة العراقية حين يعارضون ما تقوم به الحكومة وميليشياتها من أفعال مشينة بحق العراق والعراقيين. تعليقا على الحادث، يعني هدد مقتدى الصدر بالرد على المتظاهرين واتهمهم بحمل أفكار معادية للدين، كيف تقرأ هذا التصريح؟ الحقيقة لا أعلم ماذا يقصد مقتدى الصدر، هل يقصد أن اتهامات الأحزاب السياسية وميليشياتها هو أداء على الدين؟ هل يعطي الأحزاب السياسية وهذه الميليشيات عصمة؟ لا أعرف، هل يريد أن يخرج بفتوى جديدة يعطيهم عصمة ومكانة دينية لهذه الميليشيات؟ المتظاهرين لم يرفعوا أي شعارات ضد الدين، كانت شعاراتهم وطنية وشعاراتهم إسلامية، الهدف هو تحرير العراق من الاحتلال الإيراني والاحتلال الأمريكي. الاحتلال الإيراني كما قلت سابقا بالنسبة لهم هو خط أحمر، إيران لا يمكن الحديث عنها بسوء من قبل أي عراقي، يستهدف ويتهم بشتى الاتهامات من تكفير إلى خيانة إلى إرهاب إلى اغتيالات، فهذه هي سلسلة الدم التي تقوم بها الحكومة العراقية من خلال ميليشياتها. طيب سيد أوس، هناك من يرى في تصريح مقتدى الصدر تحريضا، ربما تحريضا جديدا على المتظاهرين بعد أحداث بغداد التي كان الفاعل فيها الرئيس أتباعه من أصحاب القبعات البيض حينها، في ظل مطالبة الثوار سيد أوس بمحاسبة قتلة المتظاهرين، هل يمكن بعد هذا التحريض أن يحاسب مقتدى الصدر؟ في السابق كان يعتبر مقتدى الصدر هو حصان طروادة الذي كان يدخل ضمن أي تيار سياسي معارض للحكومة العراقية في محاولة لاختراقها وإسقاط هذه الرايات الوطنية الشريفة التي تريد أن تسقط الحكومة وتكشف مدى فسادها. الآن مقتدى الصدر كشف عن وجهه الحقيقي، لا أعتقد أن هناك عراقي شريف عراقي وطني يستطيع أن يقول أن مقتدى الصدر وتياره السياسي وأجنحته العسكرية يمثل تيار وطني عراقي مستقل. مقتدى الصدر هو أحد أذرع إيران القذرة في العراق، حال كل الميليشيات التي تعمل بالعراق لإرهاب المواطن العراقي وإرهاب ومحاولة إجهاض هذه الثورة الباسلة في العراق، الثورة السلمية الباسلة. حادث الاعتداء على الثوار الرافضين للتدخل الإيراني وخطف قرار بلادهم إلى أي مدى يظهر الولاء الحقيقي للميليشيات والأحزاب التي تروج لها سياسيا؟ الميليشيات وهذه الأحزاب التي تحكم بغداد بكل وقاحة وبكل علنية على وسائل الإعلام تتبجح بأن ولائها الأول والأخير لولي الفقيه في إيران، ولائهم لإيران، هذه هي النقطة التي يجب على الشعب العراقي جميعا أن يفهموها، أن هذه المنظومة السياسية المتمثلة بهذه الأحزاب التي أتت بعد 2003 هم عملاء لقوى أجنبية تريد تدمير العراق ونهب العراق وقتل المواطنين العراقيين بكل الأساليب الإرهابية. في المقابل أيضا ترفع الأحزاب السياسية والميليشيات راية العراق ويعني
واستقلال العراق، إلى أي مدى يعني أقنعت الأحزاب الطائفية الشارع باستقلالية توجهها بعد عام من الثورة؟ اليوم ما حدث في مدينة كربلاء وفي الزيارة الحسينية التي حدثت، كانت الأحزاب وميليشياتها ضمن مواكبهم يهتفون هتافات سياسية، كلا كلا أمريكا، كالتيار الصدري، والموت لأمريكا الولائيين، وهتافات طائفية مثل التي أطلقها التيار الشيرازي. لكن حينما دخل المتظاهرين بهذه الزيارة الأربعينية وقالوا كلا كلا أمريكا وكلا كلا إيران، استهدفوا. إذن هؤلاء الميليشيات التي استهدفت الثوار هم لا يريدون تحرير العراق من قبل عدو محتل وهو الإيراني، فقط هدفهم هو استهداف، فقط هدفهم أن يكونوا أدوات بيد السلطة الإيرانية من أجل مكاسب لهذه الدولة الأجنبية الجارة. شكرا لك أوس المختار، الصحفي العراقي، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا.